كيفك اليوم؟ ماشي الحال. بدي شوفك وبنفس المكان اللي كنت تستنيني فيه. رح كون ناطرك هناك بعد شوي. بس يا ناشئات، لا تحكي شي هلا راجيني، عم استناكي. ماشي. نفديتا، شو في؟ نيل وينه؟ وليش انت عم تبكي؟ شو صار؟ لا، انا ما قدرت امنعه لنيل انه يروح لعند راجيني. أخوكي تركني وراح لعند راجيني، تخيل. ليش هيك سامحيني؟ حبيبتي لا تبكي هيك، هذا نصيبي يا بنتي، وانتي لساتك صغيرة وقدامك العمر. لا تبكي حبيبتي، لا تبكي. وين بدي لاقي واحد مثل نيل يا ستي؟ وين؟ ما عم صدق انه نيل راح وتركني بقى، ما عم صدق. صدقيني هو الخسران. ستي أنا بعتت أغراضنا على السيارة، ماشي؟ دخيلك يا ربي، شوفوا عشو نويت وشوفوا شو صار. معلش، شو أعمل؟ ما قدرت ساوي شي لأسعد حفيدتي. كنت متخيلة إنه رح تتحقق كل أحلامي ويرتاح بالي بعد ما زوجت حفيدتي الصغيرة قبل منه. على كل حال هلأ اللي صار صار. شو رأيك يا حبيبتي ترجعي معي على كلكوتا؟ هنيك النسيان رح يكون أسهل عليكي، لأنه بيضل البعيد عن العين بعيد عن القلب. طاوعيني وسافري معي يا بنتي. آسفة على التدخل، بس نيفيديتا ما رح تروح محل. أنا بطلب هالشي منك طلب، لأنه نيفيديتا صارت وحدة منا ونحن عملياً مسؤولين عنا وما رح نتخلى عنا بهالسهولة، وخاصة أني أنا طلبت وكنت مصرة أن تتزوج أخي نيل. لهيك بحس حالي مسؤولة عن اللي صار معه، وبتمنى أنه تعطوني فرصة تانية لحتى أتدخل، يمكن صلح الوضع. يعني أنت مفكرة أنك رح تقدري تغيري شي؟ ما بعرف، بس أكيد لازم حاول. لهيك نيفيديتا لازم تضل هون بالفترة الجاية على الأقل، لأنه مستحيل يتغير شيء وهي بعيدة. نيفيديتا أنا مالي رغبانة إنك تضلي عايشة هون لحالك، ماشي؟ فيكي تضلي هون، بس ليكي إمتى ما حسيتي بدك تجي وتعيشي معي بكل كتاب تجي، لا تترددي. يحميكي. بالإذن ديري بالك عليها حبيبتي، انتبهي على حالك. توصلي بالسلامة خالي، ومرة تانية برجع بكرر أسفي على اللي صار معكن بسبب أخي نيل، عن جد أسفة. ولي انتبهي على حالك، بابي مفتوح إليك أنت ما بدي. ديري بالك على حالك ولا تخافي من شي، كل شي رح يتحسن. يلا باي. ليش نيل ما عم بيرد؟ عم بيتهرب مني؟ ايه، ولا امتى يعني؟ بالنهاية رح يرجع على البيت. بده يضل هربان؟ خليه يهرب لنشوف لإمتى. مالي فهمانة ليش عم بيتصرف كأنه عايش لحاله بهالدنيا، ضل يأجل ويماطل وبعدين لغى هالخطبة منه لحاله. ما زال ما بده يخطب ويتزوج، يحكي من الأول، ما في داعي لهالدراما، هي سوارة مسخرة قدام العالم.
بعدين هي شو زنبا؟ عايشها بحلم كبير ورجع هدلا اياه، هو اللي بيتحمل زنبا وهو اللي بيتحمل مسؤوليته. نيل مسؤول عن كل شيء، ليش هيك ساوى؟ لنشوف شو حجته هالمرة. أهلين. غريب، يعني نحن جيران بنفس الحارة ومع هيك ما مشوا بعض إلا بالصدفة. عشو هالتقل؟ شايفة؟ لا لا قصة تقل ولا شي، بس أنا كنت مشغولة كتير بالفترة الماضية مو أكتر. بسيطة. صحيح، مين هاد اللي وصلك؟ بصراحة هذا مديرك بالشغل مو هيك؟ لا لا بصراحة هاد بيكون طليقي. عن جد؟ معقولة؟ ليش لهلا عم تلتقي انت وياه؟ قصدي عادة بعد طلاق العلاقة بتكون الموضوع مو مثل ما أنا كنت فكرة، نحن التقينا بالصدفة وما رضي إلا يوصل. بس هيك؟ أنا تأخرت على البيت، بالإذن منكم. إيه إيه، درب السلامة. بام كارثة، طبعا حد كتير، بتحسها رح تنفجر هي وعم تحكي. يمكن الطق وهي عم تستنى نيل. ما عم بفهم عليها، ليش عصبت كل هالقد؟ إذا نيل ما بده هالخطبة أكيد عنده سبب مقنع، كلياتنا صرنا منعرف طبعه. بس الشغلة الغريبة، ليش لحتى تتدخل بحياة نيل بهالشكل؟ بس بحياة نيل؟ ما عم تتدخل بحياتنا كلياتنا. بصراحة هذا الوضع هيك زاد عن حده. وانت كاران ليش كل هالقد عم بتكبر الموضوع؟ بالنهاية هي ما لها الشخص سيء مثل ما عم تحكي عنها. مين قال هالحكي يا أخي؟ لا أركي، مو هيك القصد. أركي أنا بخلص. خلصتوا نام؟ بدل مو قاعدين مريحين على البر عم تستغيبوا العالم وتنظروا على فلان وعلتان وتسمعوا حكي بطعمة وبلا طعمة، اطلعوا على قوتكم وحكوا. بام بام بام، ما كنا عم نستغيب حدا، هذا مجرد نقاش عادي. أي نقاش هاد؟ إنه ليش بام عم تتدخل بحياة أخوة نيل؟ العلمكن أنا خايفة عليه أكتر منكن يا حضرات، وبعتقد هذا الشيء من حقي. أوكي؟ وانت يا كرام؟ أنا بعمري ما دخلت بحياتك ولا رح أتدخل، لأنه أساساً هذا الموضوع ما بيهمني. طيب مثل ما بدك. وانت التاني لا تاخذ كل المواضيع بالمزح، لازم تكون جدي بهيك قصص أكثر أنا... مني. بام وين كنت؟ من المساء وأنا عم دقلك على موبايلك وحضرتك ما عم بترد. بصراحة كنت وين؟ بس ديا انتي ليش عم تسأليني هيك؟ شو قصدك يعني بهالسؤال؟ حضرتك تركت خطبتك وحملت حالك ورحت من دون ما تشيل قيمة لأي حدا، وجاي هلأ بآخر الليل ولا كأنك عامل شي، ونيفيديتا عم تبكي من قهرة وانت عم تحكي ولا كأنك عامل شي. ايبا انا مقدر ردة فعلها وبعرف انه انكسر خاطرة، بس انا افضل انه يصير الزعل هلأ احسن ما اكون ندمان وزعلان كل العمر، وهي رح تكون ندمانة كمان لانه مستحيل تكون سعيدة معي، هيك اخف احسن ما تبكي العمر كله، ولا شو رأيكم؟ شو ياركي؟ شو قصدك نيل؟ بام 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 ليكي، لو اني خطبت نفيديتا وتزوجنا بعدين رح نعيش سوا صحيح، بس ما رح نكون مبسوطين. شفت؟ انا ما بشك بحب هالبنت لإلي، بس بالمقابل انا ما رح بعدلها هذا الحب نفسه، هيك احسن. بام بصراحة يعني من الاخر انا ما بحبها. كأني سمعتك عم تقول ما بتحبها لنيفيديتا، صح؟ عن جد برافو. طيب ما زالك بتعرف حالك انك ما بتحبها ولا فيك تعيش بسعادة معها، ليش تقدمت لها من الأساس؟ ليش عشمت بالزواج وحددت موعد للخطبة؟ قلي، سألتك أكتر من مرة عن هالشي وكنت تقلي انك بتحبها ورايدها، شو صار هلأ؟ ليش؟ ليش لعبت بعواطفها ومشاعرها؟ كنت بتعرف إنه عم بتحبك وتتعلق فيك وعم تحلم باليوم اللي تصير مرتك وتعيش معك، تعرف ولا لا؟ معناها ليش؟ ليش لحتى تكسر بخاطرها وتتركها بيوم خطبتها وتحمل حالك وتمشي وكأنه الناس لعبة بين إيديك نيل؟ اسمعني منيح، صحيح أنا أختك، بس بصراحة الشي اللي سويته عيب على واحد بقدرك وقيمتك. جاوبني، ليش واقف ساكت؟ أنا عم بحكي عن بنت ما لا ذنب لا بمودك ولا بمزاجيتك، وانت واقف عم توزع ابتسامات، شو عم بحكي لك نكتة؟ اسمعيني وحاولي تفهميني هالمرة. عارفيني بنت حماكي القديمة. بام أخته لنيل. أهلين، شوفي راجيني فينا نلتقى اليوم؟ يعني
إذا ما كنتي مشغولة طبعاً، شو رأيك نتغدى سوا مثلاً؟ راجيني عندي هالرغبة، ويا ريت ما تخيبيني. ما بعرف، بس أنا حسيت اليوم إنه لازم نلتقى ونحكي سوا، وفي محل هلأ ببعت لك عنوانه. أهلا وسهلا، شو بتأمروا؟ مس النور، شو بتاكلي؟ ولا شي، ما في داعي. راجيني جينا لهون مشان نتغدى، بتعرفي ما فينا نضل قاعدين من دون ما نطلب شي، مو هيك؟ يلا طلبي لك شي. طيب أي شي نباتي؟ إيه ممتاز، المدام نباتية لهيك جبلة. بتحبي البانيرتيكا مو هيك؟ معناها بانيرتيكا للمدام ونبيت إلي فرنسي. وشو؟ عصير برتقال. تكرم. بس هدول. على عيني يا مدام. شكرا. أهلا وسهلا. وهلأ أنت منيحة؟ أنت؟ أنا منيحة بشوفتك، قصدي بصراحة ما كنت متخيلة إنه نقعد مع بعض، صار لنا كتير ما قعدنا، وما بذكر إمتى آخر مرة صار هالشي. تتذكري إمتى آخر مرة تغدينا فيها سوا؟ بصراحة ما توقعت إنك تلبي عزيمتي وتجي، بس يبدو إنه كل شي بهاي الأيام عم يمشي بعكس توقعاتي. يعني مثلاً ما توقعت إنه أخي نيل يفسخ خطبته عن فيديتا. سمعتي شو صار؟ ما راجيني بصراحة، أنا ما بعرف ليش نيل عم يتصرف بغرابة هالكم يوم، حسسته ضايع ما عم يحكي شي. وبصراحة أكتر كنت مفكرة أني بعرف أخي منيح، وبعرف شو اللي بيسعده وشو اللي بيضايقه، بس بهالفترة حس إنه هالشخص اللي قدامي صار واحد تاني ما بعرفه. يعني لا حد حكى معي مثل الأول وفضفض لي همومه. عم بيحكي معك شي؟ لا تخافي، أكيد هو رح يحكي لك، لأنه مبين إنه بيحكي لك كل شي بيصير معه بدل ما يحكي لي إلي. من الآخر إلي لي، أنت سبب شي بانفصاله عني بديك؟ لكي أنا بعرف منيح إنه نيل كان يحبك كتير ولساته لهلأ، بس يعني خلص انسي اللي صار هلأ، نحنا ما رح نقدر نغير الماضي، صح؟ فينا نقول بصحتك؟ بصحتك. فيني أسألك شو تصورك هلأ عن المستقبل؟ قصدي شو بدك تعملي هلأ؟ من 15 سنة انتو الاثنين أخدتوا قرار مصيري بالنسبة لحياتكم، بس اللي مبين انه أخي هو اللي متضرر أكتر من هالقرار، وتحديداً نفسياً. يعني كان عايش بحالة سيئة كتير، ما كان قدران يتعامل مع أولاده كأب مثل مو لازم يكون معه، وإذا بدك حتى معي أنا أخته ما كان محسسني بإحساس الأخ، كان رسمي كتير معنا ومع كل الناس. وعلى فكرة ما تغير إلا لما إجا لهون، بلش يضحك وحسيت بسعادته، وهالشي ريحني، وخاصة أنا وعم شوف إنه أخي بلش يرجع لطبيعته ولحياته الاجتماعية. بس رغم هيك ضل في عندي خوف عليه، خايفة إنه يرجع ينصدم مرة تانية. أنا بعرف إنه متعلق فيكي، لهيك أصريت إنه نقعد مع بعض وأسألك أنتي بالذات شو شايفة، شو اللي متصورتي عن المستقبل بيناتكن؟ بصراحة ماني مفكرة بشي. كيف يعني مو مفكرة بشي؟ عن جد وبصراحة أنا ما عاد عندي الطاقة للتفكير أو التخطيط، بس للأسف هلأ الوضع تغير. الوضع تغير لأنه مرقت عليه سنين طويلة، وأكيد الناس وحياتها بتتغير كتير ب15 سنة. الوضع يا رجيني ماله سهل مثل ما أنت مفكرة، حتى أنا تغيرت، تغير أسلوب حياتي، تغيرت طريقة تفكيري، كل شي فيني تغير بهالسنين الطويلة، وهذا الشي الطبيعي.
حتى نيل بذات نفسه اختار طريق جديد ليكمل في حياته. يعني هلا انتو ما لكم عزابية مثل ما كنتوا من قبل. يعني هلا برقبتكم 5 أولاد، رامبير وأقام وسوهاني كلهم راحوا على أمريكا، وهنيك الحياة مختلفة عن الحياة اللي هون اللي عايشينها نيتشي وأراف. راجيني هلأ عم ناقش معي كل التفاصيل، اسلوب الحياة اللي كانوا عايشينه، بقصد إنه كيف بدك تتعاملي معهم بالمستقبل؟ يعني أنت حتقدري تتغيري مشانهم؟ خاصة إنه أنت مالك متفقة مع رامبير، لأنك أصلاً ما عم تفهمي علي، وأنت بتعرفي إنه إذا قلعتي شجرة ورحتي زرعتيها بمكان تاني رح تدبل وتموت لأنه تغيرت التربة اللي ربيت فيها. لهيك يا راجيني تركيهم مثل ما عاشوا وتربوا. اشربي. مرحبا خالي. خير، شو عم تساوي هون؟ بدي مصاري. مصاري شو؟ انت طلبتي مني نظم حفلة الخطبة وقلتي لي انه بتحاسبيني بعدين، وهي انا اجيت مشان اخذ المصاري. بس انا ما انخطبت أراف، كيف بدي اعطيك مصاري على شي ما صار؟ بس انا تكلفت كتير على هالخطبة هي، واذا انخطبتي انت او لا هي مو مشكلتي ابدا. بصراحة انا تدينت مصاري بالفايدة مثل ما نصحتيني، ولهيك لازم رجع هدول المصاري. انا متذكرة كتير منيح شو قلت لك وقتها أراف، بس هلا ما بدي اتذكر شي عن الخطبة. الفرق بين الوقت اللي حكيتك فيه وبين هلأ صار كتير كبير، وانت بتعرف. لهيك بعتذر منك، ما فيني ساعدك. شو قصدك يعني ما فيك تساعديني؟ أنا عم بطلب حقي بس لأني تدينت مصاري، ورح تصير مشكلة كبيرة مع الجماعة إذا ما رجعت لهم المصاري. هاي مشكلتك، كان لازم تفكر قبل ما تتدين. إيه بس أنا ما أخذت المصاري لأتسلى فيهم، كانوا مشان المشروع. إيه وإذا؟ المشاريع ممكن تفشل وانت لازم تتحمل الخسارة بالأول، اعتبر هذا امتحان أو درس مشان مستقبلك. بترجاكي لا تساوي هيك فيني، أنا مستحيل وفيهم لأنه المبلغ كبير. حبيبي أراف أنا ما فيني ساعدك، شو فيني ساوي لك يعني؟ طيب اسمع لقلك، روح وجرب تحاكي أبوك بركي هو بيساعدك. لو سمحت مالي فاضي لك. كيف فيها تكون بهاللقم هاد؟ يا ربي كيف رح أوفي المصاري؟ ألو معلم بابو، أنا أراف. أي أنا ابن نيل وراجيني. معلم بابو فيني أشوفك اليوم؟ أي ماشي. طيب شكرا لك. ديناتكم قررتوا ترجعوا لبعضكم مو هيك؟ أنا ما عندي مشكلة، أصلاً ما بيحق لي أتدخل بقرار بخص حياتكم أنتو، وبالنهاية هاي حياتكم أنتو. بس قبل ما تنفذوا قراركم ويصير واقع لازم قلك شي. أنت غلطانة إذا كنت مفكرة أنه أنا بكرهك أو شايلة بقلبي شي تجاهك يا راجيني. بعرف أنه نيل تزوجك بعد قصة حب وأنا كنت مبسوطة. يمكن اتضايقت وقت اللي قررتوا تنفصلوا عن بعضكم وتقسموا الأولاد، وهذا شي طبيعي، وخاصة أنه نيل كان مقهور. وأنت بتعرفي قديش أنا متعلقة بأخي وما لي غيره. بس بالآخر أنا بحترمك يا راجيني، صدقيني هاد مو مجاملة أو تبرير، عن جد أنا بعرف شو يعني أنك تربي أولاد، لأني ربيت وهالشي صار نيل معي. بينما أنت لحالك اشتغلتي بكرامة واعتمدتي على حالك وربيتي ولادك على أخلاق عالية، وهالشي بينحسب لك. انتي عطيتي يوم من روحك يا راجيني، أنا بحييكي. انتي أم مثالية وإنسانة طيبة وعصامية بس يعني بتعرفي شو؟ بس شو يا بام؟ رغم كل هالحكي انتو ما عاد فيكن ترجعوا لبعض. حاولي تفهميني يا راجيني، مالك معي إنه أنتوا الاثنين راسكن يابس؟ آسفة على التعبير بس أنتوا الاثنين عنيدين كتير، تماماً مثل الخطين المتوازيين. والنظرية بتقول إنه الخطين المتوازيين مستحيل يلتقوا مع بعض،
وانتو ماشيين بخطين متوازيين، ومع هيك عم تحاولوا انكم تلتقوا، بس المنطق والعقل بيقول عكس هالشي، بيقول انه رح تضل القصة حلم يا صديقتي يا رجيني. حلم رومانسي مو؟ لا يا بام، انا ما عم بحلم او اتوهم. تعرفي شو؟ حتى نيلي بيحكي بنفس هذا المنطق، اتنيناتكن عندكن نفس الذهنية. بس انتي بتعرفي منيح انه الحكي اسهل من الفعل، اسهل بكتير. على كل حال، هلا تذكرت باني ما شكرتك. يسلموا كتير رجيني، بصراحة ما توقعت تقبلي عزيمتي اليوم، ولما قبلتيها ما كنت متوقعة انه تكوني صريحة وتحكي كل شي بقلبك. شكرا عن جد من قلبي. ليش حتى ما اجيبها؟ بالعكس انا يلي ممنونة لإلك كتير، ضحيتي بحياتك وسعادتك وشبابك وكل شي مشان تربي ولادي، وعملتيهم مثل الام، وهذا الشي ما رح انسى لك يا ابدا، حتى الشكر قليل عليكي. شوفي بام، شو اللي بيضحك؟ بصراحة اللي ضحكني إنه سمعت هذا الكلام كتير، إنه اللي ربتهم بام هن الأولاد رجيني. هي الحقيقة، هن أولادك أنتي وأنا بس ربيتهم. بس أنا ما بشوف هيك القصة رجيني، هدول أولادي، ما بيهمني شو صار، قد ما بيهمني إنه نيل وولاده هنن عائلتي كلها. فيني أعترف لك بشي خاص؟ أنا مالي حاسة بالأمان، بالعكس أنا حاسة بالخوف، لأنه أخي الوحيد وولاده الثلاثة سهاني رمبير وأقام كلهم رح يتركوني، وكله بسببك. أنا اليوم دقيت لك وجبتك لنقعد سوا، لأني بصراحة ماني مأمنة على حالي. رجيني استسلمي بقى. صباح الخير دكتور. دكتور مين؟ هلأ كان بدها تربطني على الكرسي. صحيح أنا واحد كذاب وعواطلي، ومثل ما قالت سبيني، أنا ما رح أزعل منك، سبي. أنا آسفة بس بعتقد أنه رح تقدر وضعها. لا ولا يهمك ولا يهمك. أنا بالحقيقة ما بزعل منها، بالعكس بنبسط فيها، خصوصي لما بتعصب. بالمناسبة حكيتي مع الدكتور نيل بعد الخطبة؟ ايه. شو؟ مو لشي، حكينا بشغلات عامة بس مو أكتر. راجيني أكيد، لأنك مبارح كنت كتير زعلانة، وقت اللي كنت بالمشفى كنت كتير قلقان عليك وبدي أجي لعندك، بس بعدين فكرت انه بعطيك شوية وقت. يعني لا تخاف، انا منيحة هلا. مرحبا، كيفك؟ اهلين. صباح الخير دكتور امان. اهلين دكتور نيل، انا مبسوط بشوفتك. شي مرة قال لك حدا انك حاليا بهالفترة هاي؟ ليش الكل حاببني اليوم انا؟ هي علامة خطيرة يا أمان، ستك ما قصرت معك اليوم، وهلأ إجا الدور على الدكتور نيل. شو يلي شاغل بالك؟ شو؟ لا ولا شي. دكتور أمان، أنت بعد ما تسمعني هلأ رح تقتنع بإني مبليت بمرض الاعتراف تبعك. تذكر أنا قلت لك مبارح ما عاد إجي على المشفى لأني راجع أمريكا، بس غيرت رأيي هلا بما اني رح ضل هالكم يوم بالهند، فقلت اذا بتحب وما عندك مانع انه ارجع المستشفى فانا كتير بيسعدني. اكيد ما عندي مانع، بس انا عندي مانع. شو عم تقولي انت راجيني؟ المستشفى تبعنا بحاجة دكاترة شاطرين مثل الدكتور نيل. بالضبط، انت دائما مرحب فيك بالمستشفى، وباي وقت فيك تنضم لنا امتى ما بتحب. شكرا دكتور. شو هاي؟ دقيقة واحدة، من وقت ما فزت على الحمام طلبت منها تستناك دقيقة واحدة، بعدها فيها تروح معك لما تخلص. هاي ليك وطلع. يعني كنتي رح تتركيني وتروحي؟ لا، معقولة يعني يساوي هيك شي؟ يلا نروح.
أوكي معناتها يلا أنا رح جيب شنطتي. إيه صباح الخير. صباح النور. انت ما فطرتي لهلا ليكون مو عاجبك؟ لا بس مو جوعانه. تعالي معي، تعالي عادي هون. ما في داعي لكل هاد، عن جد انا مالي جوعانه. خلصنا، انت ليش مو جوعانه؟ طيب ماشي فهمت عليكي، انا كنت رح ساوي نفس الشيء لو كنت محلك ويمكن اكثر من هيك كمان. نيفيديتا لازم تتقبلي الوضع الجديد. انت هلأ مسؤوليتي وأنا وعدت ستك بهالشي وأنا عند كلامي، لهيك أكيد ما رح كون مبسوطة وأنا عم شوفك بهالحالة. أنا بعرف اللي سوانيل كان غلط كبير كتير، وبعرف إنك مقهورة منه خاصة بعد ما وصلت لقمتك للتمبو كنتو رح تنخطبه. بس يا نيفيديتا أنت لازم تقبلي الواقع وتأكدي نيل رح يرجع إذا كان قدركن تكونوا مع بعض، بس إذا كان القدر رايد غير هيك ساعتها ما بيكون لكم نصيب على بعض أبداً. نيل تركك هو عم بيقول إنه ما بيحبك، لهيك أنت لازم ما تزعلي عليه يصطفل. إيه؟ وبعدين انتظري شوي يمكن يتغير الوضع. ماشي برافو. وهلأ بظن فيكي تبلشي بفطورك يا حلوة. بعد شوي باكل بام. بعد شوي؟ ايه بجرب. طيب رح توعديني؟ اكيد. الو انا بدي اشوفك باسرع وقت بتكون عندي هون. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.